عندنا 17 مليار ونصايب أطوار ديالنا كديري هالعزبان ديالنا كديرية بعمالة المحمدية والسيد عامر واش حداك شي طوارو بحلقة والسيد الوزير واش حداك شي طوارو بحلقة انظر يا صاحب الجلال انظر 17 مليار ونصايب الجماعة واش الطوارو كديري هذا هو حالنا ما تبقاوش تخليو يمن وين يدخل جماعة ويحكمها هذا هو الغلط وزنتا يا جوهرة وزنتا يا جوهرة وخرج عليك شفارة وخرج عليك شفارة وقلناها ونعودوها وقلناها ونعودوها وكلمة حق من فوتوها وكلمة حق من فوتوها وقلناها ونعودوها وقلناها ونعودوها وكلمة حق من فوتوها وكلمة حق من فوتوها واش حنا حيوان؟ لا حنا بشر غنهضروا معاكم بهذه اللغه هذه خص الطلبة ما بغيتوش تفهمونا حنا ليس قطيع حنا ليس قطيع نحن بشر ابن ادم نحن كيف تعدل 9 شهور حنا عندنا 9 شهور بحال الخوف من الجليل والرضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل عندنا 17 مليار ونصف الجماعه ديالنا 17 مليار ونص كيف هي ازبالنا الازبال راه الازبال حنا غنمشي معايا صحافي باش يشوفوا نعاود نرجع لكم تعال يا خويا غنفتحوا هذا الازبال هذا حتى واحد ما يتفرج من الله الوزير يعيش في هذه الحاله والسيد الوزير يعيش في هذه الحاله والسيد العام ديال المحمديه كيعيش في هذه الازبال بحال واش هادو عندنا 17 مليار ونص شو الازبال اللي فوبيل عندنا احنا كيدايرين انظر يا صاحب الجلاله عندنا 17 مليار ونص عندنا في بلد ديال العيارو 17 مليار ونص شو الازبال شو اللي فوبيل عندنا كيدايرين مقصرين واش هذا واش هذا دخلنا عليكم بالله واش هادو طوارو ديال الجماعه عندنا 17 مليار ونص في بلديه عين حروده باللي عا بلديه عين حروده عندنا 17 مليار ونص صعيب الله الطوارو ديالنا كي دايرين هالعزبال ديالنا كي دايره في عماله المحمديه والسيد عامر واش حداك شي طوارو بحال والسيد الوزير واش حداك شي طوارو بحال انظر يا صاحب الجلاله انظر 17 مليار ونص عندنا في الجماعة وشو الطوارو كديري هذا هو حالنا حشومه وعار احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.